إجابة سريعة، هل هذه الأحزاب المناوية لإيران لديها، والتي وصفتها بأنها مسلحة، هل لديها مقرات للأحزاب داخل مدن الأقليم سواء بالسليمانية أو بأربيل أو بإدهوك ويظهرون مسلحين، عندهم مقرات بالمدن أحزاب؟ كل الأحزاب المعارضة التركية والإيرانية، يعني المعارضة للحكومة التركية والمعارضة للحكومة الإيرانية، نعم، مقارهم العسكرية كلها على الحدود العراقية الإيرانية العراقية التركية، ولكن هناك لديهم تمثيل، يعني مقار سياسية، نعم، قريبة من مدينة السليمانية أو قريبة من مدينة كويسنجاق أو في أربيل، يعني لهم مقرات سياسية لمكاتبهم السياسية ولأعضائهم السياسيين، وحتى لديهم مخيمات مثل ما موجود مخيم للاجئين الأتراك، أيضا هناك مخيمات للاجئين ولعوائل هؤلاء موجودين في هذه المناطق، ولكن ليس هناك لديهم يعني مسلحين داخل المدن أو مرور لمسلحين أو توادم لقواعد مسلحة داخل المدن، يعني ممنون سيادة الفريق.